دي ساعتهم نملين. طب تعب بشرفك، تعب ادي بقى بتاع المصلحة اعمل شي. مو هذا هذا. طيب ايه انتي يا حياتي تسافري حالك، وسافر لحالي، وين المشكلة عظيمة؟ لا بس كنت مسافرة مع أمي، كنت مسافرة مع أختي، كنت مسافرة عند أختي. طب يعني انا كده ممنوع؟ لا حياتي روحي. طب انا بالعكس اذا سافرتي مرتاحة انا حياتي. شو بدك تجيبي لأهلك يقعدوا معي بالبيت يعني؟ شلون يعني بدي اجيب لك اهلي قاعدين يعني يعني فيني؟ لما بتسافري انت حتجيبي اهلك يقعدوا لا معي بالبيت؟ اقعد لحالي. هاي. تركيني لحالي قاعد بالبيت؟ انا طبعا زي الشاطر. 20,000 كاميرا عليك. 20 شو؟ 20,000 كاميرا. وبالمحل وبرا انا وسهران. ما في احسن، ما في اكثر من الجواسيس. لما بنزل على سوريا حتنزلي معي كل اوقات؟ رخي حالك رخيص. بس شوي شوي بتوجعني. شو هاي مساج؟ شو شوي شوي في مساج؟ شو ها؟ ما سمعت فاطمة بتحكي فرنسي. شو حبيبي شو قلتي؟ فاطمة بتحكي فرنسي. بالله؟ علمناها. حكيتي؟ مشغول الخط. بيكون ايهم شو قصة ايديك؟ ما بعرف مش اوكي. الاثنين هاي منملين منملين. عم تنامي عليها؟ لا هي بتستحمل ماما، هي بتستحمل تلعب في هيك تعمليهم. لا بتلعب في ماما. شو؟ شو قلت؟ شو قلت؟ طيب مسكينة حنان. الأسبوع الأسبوع الجاي كتير عجقة عندهم. ميرسي. ساعتهم مناملين لسه في نمل؟ أكيد.
ميرسي. غيره يا عمر مرة تانية كمان واجهينك السر كيدي تعطيني بس تديري اعطيني رقبتك دقيقة بس ما حمش بس عطيني ظهري ما في ما متعبت ما متعبني هي الرقبة حياتي هي القصة من الرقبة مشان هيك عم تديري بس ما بتوجعني رقبتي ما انت ما بتحسي فيها مشان هيك تعطيكي لهون افر عندي كلك بس لا تنوجع لي لانه وجعت اوكي هون